الجاسوس 88 جاسوس إسرائيل المعروف بإيلي كوهين اللي كانوا ما زالوا أسطورة موساد الإسرائيلي، واللي قدر يخترق نظام الأمن السوري ومرافقه العسكرية. وتشير بعض الروايات إلى أنه كاد أن يصل إلى رئاسة سوريا، ولكن بعد استقراره في سوريا بثلاث سنين تم اكتشافه، ومن ثم تم إعدامه، وبعد إعدامه دفنت جثته في مكان مجهول إلى هذا اليوم. وإذا كنت مهتم تعرف التفاصيل كيف دخل لسوريا وكيف قدر يصير قريب من أهم الشخصيات في القيادة السورية وكيف تم اكتشافه، أجلس معاي لنهاية الحلقة. في عام 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا النازية، وهذا الشيء خلى معظم الألمانيين يبدأوا يهاجروا لدول ثانية. ومن بين المهاجرين كان في ضباط ألمانيين اللي كانوا ماسكين مناصب عالية تحت نظام هتلر العسكري، اللي ساهموا وشاركوا في عملية الهولوكوست اللي كانت عبارة عن عملية إبادة جماعية ومحرقة لليهود. وكانت سوريا من الدول اللي اعتبروها الضباط النازيين ملاذ آمن لهم بسبب علاقتهم العسكرية مع النظام السوري. وفي الناحية الثانية شكل جهاز الموساد لجنة لتتبع أهم ضباط النازيين اللي شاركوا في عملية الهولوكوست وتصفيتهم. وفعلا في سنة 1960 في العاصمة الأرجنتينية بونس آيرس قام الموساد بتنفيذ إحدى هذه العمليات السرية عن طريق خطف أهم الضباط النازيين وهو أدولف آيخمان لكونه رئيس جهاز إس إس النازي المسؤول عن إبادة اليهود. وبعد ما خطفوه أخذوه معهم إلى تل أبيب، ومن ثم عدموه وحرقوا جثته ورموها في البحر المتوسط. ولكن على نفس القائمة يزال اسم ذراعه الأيمن لويس برونر، وهو الضابط النازي الوحيد اللي قدر ينجح بالهروب من كل خطط الموساد، شكل لهم شفرة يصعب حلها وعقدة يصعب فكها. وظل اسم لويس برونر غامض في قائمة الموساد. وفي مطلع الستينيات كانت كل الأدلة لدى الموساد بتشير إلى أنه برونر موجود أو مختبأ في سوريا. وهنا بدأ الموساد بتجهيز وإعداد خطة لتصفية برونر عن طريق القتل أو الخطف من داخل سوريا، وخصوصا أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر قدر يضم سوريا لمصر في سنة 1958 وخلاهم دولة واحدة تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة. وفي هذه اللحظة أهداف الموساد بدأت تتعدد وتكثر، فشاف جهاز الموساد انه هذا الوقت المناسب عشان يستغل الزعزعة الأمنية والحروب الأهلية لصالحه، خصوصا انه بعض السوريين كانوا معارضين لنظام عبد الناصر. فبدأ الموساد بتجهيز خطة وهي إرسال جاسوس لسوريا، ولكن مو أي جاسوس، لا، بل لازم يكون جاسوس عربي أو عنده عادات وتقاليد عربية عشان يقدروا يستغلوا الوضع لصالحهم. ولكن العقبة اللي راح توقف قدامهم انهم ما عندهم جاسوس بنفس هذه المواصفات، أو بمعنى أدق انه ما عندهم جاسوس متوفر لهذه الخدمة. فلجؤوا الملفات القديمة للناس اللي تم إقصائهم أو إبعادهم، ومن بين الناس اللي تم إبعادهم إيلي كوهين، وإن شاء الله ويقدر أنه يحمل نفس المواصفات اللي يحتاجوها عشان يهودي وكمان عربي من أصل سوري، وبكذا راح يقدروا أنهم يجندوه. فقرر الموساد باختياره وتجنيده لصالحهم، ومن هنا تبدأ قصة كوهين في العالم المظلم، عالم التجسس. اسمه إلياهو بن شاؤول كوهين، ولد في سنة 1924 بمصر وبالتحديد في الإسكندرية، وهو يهودي من أصل سوري وبالتحديد من مدينة حلب، وأهله هاجروا من سوريا إلى مصر بسبب الاحتلال الفرنسي على سوريا. أما عن قصته في عالم التجسس ففي روايات متضاربة وقصص متفاوتة، فحزب البعث السوري عنده رواية خاصة فيه، وأيضا المعادين لحزب البعث عندهم رواية خاصة فيهم، وكذلك جهاز الموساد الإسرائيلي عنده رواية خاصة فيه. والصراحة أنا جمعت المعلومات اللي شفتها متقاربة للواقع أو اللي تضم أحداث متشابهة. المهم إلياهو كوهين يتلقى تعليمه في مدارس مصر، وتشير الروايات إلى أنه من أفضل الطلاب في فترته، ولحد سنة 1942 ويدخل كلية الهندسة في جامعة الملك فاروق اللي تسمى الآن بجامعة القاهرة. المهم يستمر في تعليمه لحد سنة 1944 على بداية زوال الحرب العالمية الثانية، وكلنا نعرف إيش المجزرة والمذبحة اللي ارتكبها هتلر في حق اليهود، وهذا شيء اللي دفع اليهود لعمل ثورات صهيونية في العالم. وسببت هذه الثورات بتأسيس منظمة في مصر وبالتحديد في الإسكندرية واسمها منظمة الشباب الصهيوني. فإيلي كوهين سمع عنها وقرر أنه يسيب تعليمه ويروح ينضم لهذه الحركة في الإسكندرية. وهذه المنظمة كانت مسؤولة عن عمليات تخريبية وتهريب الأسر اليهودية العربية لإسرائيل، وخصوصا في مصر بعد ما جمال عبد الناصر بدأ يطرد اليهود. تكلمت عن هذا الموضوع في حلقة رأفة الهجان وراح تطلع لكم هنا، فاللي ما شاف الحلقة يروح يشوفها. المهم بعد ما انضم كوهين لهذه الحركة لحد سنة 1948 تحصل حرب النكبة ويخسر العرب حربهم أمام الكيان الصهيوني، ومن هنا تبدأ تزيد هجرة اليهود من معظم الدول العربية لإسرائيل. وتجي سنة 1949 ويقرر أهل كوهين بالسفر إلى إسرائيل، أبوه وأمه وثلاثة من أخوانه، ولكن كوهين يرفض أن يسافر معاهم بسبب أوامر أتلقاها من رئيس المنظمة اللي هو جون دارلينك اللي كان يعتبر أشهر جاسوس إسرائيلي. وتجي سنة 1952 ويقرر جمال عبد الناصر بفصل تبعيته من البريطانيين ونقلها لصالح الأمريكان. وبينما البريطانيين
الامريكيين كانوا بيسلموا المنشآت للامريكان وهوب تحصل عمليات تخريبية من قبل هذه المنظمة على المنشآت الأمريكية وكذلك البريطانية عشان يورط مصر وتبان هذه العمليات كأنها من أحزاب مصرية. وكان أبراهام دار هو المكلف بهذه المهمة باعتباره هو رئيس المنظمة، واللي كلف بهذه المهمة هو وزير الدفاع الإسرائيلي بنحاس لافون. وتجي سنة 1954 ويتم قبض على واحد من أعضاء هذه المجموعة ومعاه مولوتوف، وكان رايح يفجر قنصلية بريطانية. وبعد ما تم القبض عليه وإحالته إلى التحقيق، فضح المجموعة وكل أعضاء المنظمة وأعضاء المجموعة، وبدور الحكومة اقتحمت مقرهم واعتقلتهم جميعا ومن بينهم إلي كوهين. وهذه فضيحة سميت بفضيحة لافون، وبسببها تمت إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي بنحاس لافون وسميت بفضيحة لافون. المهم أعضاء المجموعة هذه بعد ما تم اعتقالهم تمت محاكمتهم، من اللي أعطوه إعدام واللي أعطوه كم سنة سجن واللي أعطوه مؤبد، إلا أن إلي كوهين خرج من دون محاكمة بل ببراءة. ليش؟ لعدم توفر أدلة ضده. وبعد ما خرج من السجن سنة 1955 قرر أنه يسافر لأرض الميعاد عند أهله. وبعد وصوله لتل أبيب أول حاجة عملها أنه راح وقدم السي في حقه للموساد بغرض العمل معهم أو عشان يوظفوه كجاسوس، ولكنهم رفضوه واعتبروه كرت محروق بسبب عنده ملف أمني في مصر. فمن هنا عرف أنه إلي كوهين ما في حاجة راح تجمعه مع الموساد أو تجمعهم بالعمل معا، فقرر أنه يرجع لمصر للمرة الثانية. لما رجع لمصر جلس هناك فترة معينة، ولكن اعتقل هناك في مصر للمرة الثانية. وبعد ما افرج عنه في سنة 57 قرر انه يرجع لارض الميعاد للمرة الثانية. وبعد وصوله لارض الميعاد بسنتين في سنة 1959 اتزوج من ممرضة يهودية اسمها نادية ميخائيل. المهم في هذه اللحظة كانت الحدود السورية الاسرائيلية مشتعلة، وايضا الادلة عند موساد كانت بتشير الى انه لويس برونر كان مختبئ في سوريا، وكذلك جمال عبد الناصر كان على وشك ضم الدولتين مع بعض اللي هي سوريا ومصر. وهنا اهداف اسرائيل بدات تتعدد وتكثر. فهنا جهاز الموساد يفكر ويحلل انه لازم يرسل جاسوس لسوريا، وزي ما ذكرت لازم يكون جاسوس عربي او عنده تقاليد وعادات عربية. وما كان امامه خيار الا انهم يرجعوا للملفات اللي تم اقصائها او ابعادها، ومن بين الناس دول إلي كوهين. وفعلا اختاروا إلي كوهين لانه هو الشخص المناسب لهذه المهمة، بكونه عربي وكمان من اصول سورية وايضا يهودي، فبكذا راح يضمن ولاء لهم وما راح يخذلهم. وفعلا دربوه على مدار سنتين. عن كيفية استخدام جهاز موريس العسكري لإرسال واستقبال الإشارات العسكرية وحفظ أسماء القادة والسياسيين السوريين وكذلك الممثلين والمؤثرين السوريين، بالإضافة إلى الأفلام والمحافظات والطرق والثقافات السورية بشكل عام، وعلموه كيف يكتب بالحبر السري وتركيب الأسلحة وفكها، وأيضا حفظ أسماء وأشكال المعدات العسكرية المراد منه حفظها وإخبار الموساد عنها. وبعد الحفلة هذه كلها أصدروا له جواز سفر أرجنتيني مزور باسم كامل أمين ثابت واسم أمه سعيدة إبراهيم، وأصدروا له وثائق أرجنتينية بتقول إنه أرجنتيني من أصل سوري كان عايش في الأرجنتين مع أهله، ولكن بعد ما توفى أفراد أسرته حاب إنه يرجع لوطن الأم عشان يستثمر ويساهم في تطوير بلده، وبيكون إنه ورث مبلغ كبير من عمه بصورة كرجل أعمال ناجح جدا، فحاب إنه يرجع يستثمر. وفعلا قبل أسافر الأرجنتين استقر في إحدى الأحياء اللي تضم العائلات السورية في شمال إسرائيل، وبعد ما تعلم منهم بعض الأشياء في هذا الحي جاله أمر بأنه يسافر للعاصمة الأرجنتينية بونس آيرس. وليش أختار بونس آيرس بالتحديد؟ لأن كانت تضم أكبر جالية عربية سورية في الأرجنتين، فرح يسهل دخوله من هذه الثغرة. المهم بعد وصوله للأرجنتين في أواخر سنة 1960 بدأ يتداخل مع العرب ويكون علاقات معاهم بكونه رجل أعمال سوري مغترب، وهذا الشيء اللي سهل له طريق للتعرف على شخص اسمه عبد اللطيف الخشن. هو رئيس تحرير لجريدة اسمها العالم العربي، وجلس معه وشكاله الحال على انه رجل اعمال سوري حاب انه يروح لوطنه ويستثمر ويساهم في تطوير بلده. قال انه بيطلب توصية عشان يعرف على ناس في سوريا، وفعلا عبد اللطيف الخشن ما قصر معاه، كتب له توصية لولده كمال الخشن. وفي هذه الاثناء اعلن القائد العسكري عبد الكريم النحلاوي الانقلاب على جمال عبد الناصر، ما ادى الى انفصال الدولتين وتحول سوريا الى الجمهورية العربية السورية. وفي عز هذه الخلافات والزعزعة الامنية يستغلها كوهين باوامر من الموساد عشان يدخل لسوريا. ومن خلال رحلة وادي سافر من أرجنتين على مدينة جنوة الإيطالية، وهناك راح يتعرف على شخص اسمه ماجد شيخ الأرض.
وهو عميل CAA الأمريكي، وأيضا ماجد شيخ الأرض هذا رجل أعمال سوري وعنده معارف من الضباط السوريين خصوصا إلا في الحدود، وهو الشخص اللي راح يسهل دخول كوهين إلى سوريا عن طريق البر. وأول ما قابل ماجد شيخ الأرض عملوا اجتماع مغلق ما حد يعرف عنه حاجة إلا الله سبحانه وتعالى إلى هذا اليوم. المهم بعد ما الموساد رتب له مخطة أقلعوا من مدينة جنوة الإيطالية إلى لبنان، وفعلا بعد وصولهم للبنان ركبوا سيارة واتجهوا للحدود السورية وكانت أجهزة التجسس داخل شنطة كوهين. وعشان ما ينقفض فاتصل ماجد شيخ الأرض بإحدى معارفه على الحدود وقال له إنه أنا جاي ومعاي شخص فحاول تمشي لنا الخط وتزبطنا أهم شيء. وفعلا عبر الحدود بكل سهولة ويسر بدون تفتيش، وبكذا دخل كوهين لقلب دمشق بمساعدة ماجد شيخ الأرض. وعلاقته مع ماجد ما رح تنتهي هنا بس، بل رح تستمر إلى أن يوضع كل منهم في زنزانة منفصلة عن الآخر. وبعد وصول كوهين لدمشق استأجر شقة على يد شخص اسمه هيثم قطب في مبنى يضم بعض السفارات، وكان المبنى أمام القصر الرئاسي السوري في حي أبو رمانة اللي يعتبر من أرقى الأحياء وأكثرها حساسية في دمشق لأنه مكان أو حي دبلوماسي. وأول حاجة سواها كوهين بعد ما استقر في شقته أرسل رسالة للموساد عن طريق جهاز موريس بمعنى إنه لقي بيت يسكن فيه في دمشق، وكانت الرسالة عبارة عن رقم 88 وعشان هذا الشيء سموه بالجاسوس رقم 88. وبعد ما هديت الأوضاع داخل دمشق واستقر ذهنيا فتح شركة لبيع الأثاث والمفروشات، بل وإن الشركة هذه تشحن لخارج سوريا. وبعد كذا رح لكمال الخشن وعرض عليه توصية أبوه إلا من أرجنتين فرحب فيه وعرف على ناس مرة كثير في سوريا، ومن الأشخاص اللي تعرف عليهم واحد ملازم اسمه معز زهر الدين وكان عمه رئيس أركان الجيش السوري، وحسب المصادر تقول هذه أقصى ثغرة عسكرية سربها كوهين للموساد. المهم كوهين رح يضل إنه يرسل أي معلومة يلتقطها عن طريق شركته هذه اللي سواها، والحركة اللي سواها إنه بعد ما يلتقط صور ويجمع المعلومات ويسويها ملف كامل يحطها داخل الأثاث ويشحنها لأوروبا، وهناك الموساد يشتريها شراء وهمي ومن ثم يأخذ المعلومات ويشوف الأشياء اللي داخل الملف نفسه. وظل كوهين على هذا المنوال، وفي سبيل سعيه لجمع المعلومات وحب تكوين العلاقات تعرف على واحد اسمه جورج سيف، وجورج سيف هذا مذيع سوري وكان من أهم المصادر بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع الدوائر الحكومية، وحصل إنه استضاف كوهين شخصيا على قنوات الراديو. وكان الكوهين كل يوم يطلب من جورج سيف التقارير اليومية للأخبار ويرسلها لإسرائيل، وحسب المصادر تقول إنه المعلومات اللي كان بيرسلها كوهين إلا من طريق جورج سيف كانت معلومات غير حساسة لأنها كانت تذاع على الأخبار أو على الهواء مباشرة. وفي سنة 1963 يحصل انقلاب في سوريا اللي سمي بثورة الثامن من آذار، وبسبب هذه الثورة تم الإطاحة بالرئيس السوري ناظم القدسي، مما سهل لحزب البعث السوري الوصول إلى القيادة السورية بقيادة أمين الحافظ. ولكن بعد فترة من استقرار كوهين تم استدعائه لتل أبيب عشان يبلغوا أنه تم تغيير مهمته من تتبع الضباط النازيين إلى جمع المعلومات العسكرية الحساسة. وبعد ما رجع لدمشق صار يبحث عن المعلومات الحساسة العسكرية، وهذا الشيء اللي خلاه يقوي علاقته مع الناس اللي يعرفهم، وصار يتعرف على سياسيين وناس كبار في الدولة وأيضا رجال أعمال. ومن بين الناس اللي قوي علاقته معاهم هيثم قطب اللي استأجر منه الشقة، وكذلك معز زهر الدين، فصار يصور المناطق العسكرية الحساسة والأسلحة والمدرعات بشكل مجنون وكمان من دون ما أي أحد يشك فيه أو أحد يشك إنه هذا جاسوس. حسب المصادر أكد رئيس الموساد إنه كوهين كان مفرط في إرسال الرسائل الغير مهمة وكذلك المهمة. المهم ظل كوهين يتعرف على أهم الشخصيات القيادية في الدولة، ونتيجة هذا الشيء دخلت شكوك بعلاقته مع الرئيس أمين الحافظ، إلا إنه أغلب الروايات ما عندها دليل مقنع
وأما ما تم ترويجه أنه كان رح يصبح رئيس سوريا أو كان رح يصير رئيس الوزراء فهناك قصص كثيرة متضاربة وأيضا متفاوتة. حسب المصادر أشارت إلى أنه أخطر معلومة سربها كوهين هي عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن عشان إسرائيل قامت بقصف المشروع وتدميره بالكامل. وأيضا هناك بعض الروايات تشير إلى أنه كوهين هو السبب في احتلال هضبة الجولان عشان الصهاينة قدروا يعرفوا تحركات الجيش السوري ونتيجة هذا الشيء قدروا يحتلوا هضبة الجولان. المهم في بداية سنة 1965 بعد ما مضت 3 سنين على وصول كوهين لسوريا اشتكت السفارة الهندية على المخابرات السورية بأن هناك تشويش على موجات بثها، فبدأت المخابرات السورية بتعقب الموضوع بقيادة رائد وداد بشير، فقام بدراسة الموضوع ووضع خطة لاكتشاف المكان اللي بتطلع منه هذه الموجات المجهولة. فقام هو وفرقته استأجروا شقة في نفس المبنى اللي كانت السفارة الهندية بتقيم فيه، وأيضا كان كوهين ساكن في نفس المبنى، فصاروا كل يوم المساء وقت البث يطفوا الكهرباء على الشقق اللي في المبنى، ولكن مو كل الشقق شقة شقة، عشان يتأكدوا من وين بتطلع هذه الإشارات أو فين مصدرها، عن طريق جهاز جاء من الاتحاد السوفيتي، وهذا الجهاز يرصد الإشارات المجهولة اللي بتطلع من جهاز موريس، وبعد ما طفوا الكهرباء لأكثر من شقة يجي الدور لشقة إلي كوهين ويتأكدوا إنه مصدر هذه الموجات من شقته، وفورا اقتحموا الشقة واعتقلوه وهو متلبس، وهنا عمت الصدمة في سوريا وبالتحديد في دمشق وأهلها بأنه رجل الأعمال كامل أمين ثابت الأعد إلى وطنه خائن أو جاسوس، وهذا الخبر سبب زعزعة وزلزال داخل حزب البعث السوري، عشان أكثر الشخصيات اللي كون علاقة معاهم في آخر فترة كانوا من داخله، ونتيجة هذا الشيء أدى إلى اعتقال 69 شخص من بينهم 27 امرأة، وكذلك زميله وذراعه الأيمن ماجد شيخ الأرض ومعزي زهر الدين وهيثم قطب وجورج سيف، وبعد اعتقاله أحالوا إلى التحقيق في مكان عسكري للأسلحة المدرعة، وشكلت محكمة برئاسة صلاح الضلي وعضوية محمد رابح الطويل وسيمان العالي وسليم حاطوم ومحمود حمرة، وكانت أول محاكمة تجري بشكل علني على الهواء مباشرا بهدف كشف المعلومات للشعب السوري وجعلها قضية رأي عام. لك أن تتخيل عزيز المشاهد أنه كل الأشخاص اللي أتعرف عليهم كوهين أو أتعامل معهم أو حتى أنه سلم عليهم أو أعرفهم عن طريق الصدفة كلهم مثلوا أمام المحكمة في قفص الاتهام. وفي فترة التحقيقات اللي استمرت أكثر من 45 يوم حاول كوهين بكل السبل أنه يضللهم عن حقيقته، ما أدى إلى تدخل الرئيس أمين الحافظ للتحقيقات بنفسه، وبعد التحقيقات واعتراف كوهين أصدرت الأحكام وحكم على كل من جورج سيف ومعزي زهر الدين بسجن 5 سنوات، وأما ماجد شيخ الأرض بسجن 10 سنوات، ولكنه مات بعد فترة تحت ظروف غامضة. أما كوهين فقد أصدر بحقه الإعدام شرقا، ولكن الخبر كان كالصاعقة في تل أبيب، وحاول الموساد أنه يخفي القضية ويسوي تعتيم كامل على ملف القضية، وحاولت إسرائيل بالتفاوض مع القيادات السورية ولكن بلا جدوى، حتى لجأت تتبنى إسرائيل أسلوب التهديد للقيادة السورية وأيضا بلا جدوى. وفي سنة 1965 18 من مايو الواحد فجرا تم إعدام كوهين المعروف بكامل أمين ثابت في ساحة المرجة، وكتبوا ورقة باسم الشعب السوري وكل جرائم كوهين وعلقوها على جثته، وجثته ظلت معلقة هناك لمدة 6 ساعات وبعض الروايات تقول لعدة أيام، ولكن من بعدها نقلت الجثة إلى مكان مجهول لهذا اليوم، وما زال الكيان الصهيوني يطالب بجثمانه إلى هذه اللحظة. وبعد سنوات من إعدام كوهين اتهمت زوجة نادية ميخائيل الجهاز الموساد الإسرائيلي بأنه ورط زوجها بعملية متهورة داخل دمشق، وصرحت أن كوهين حاول أكثر من مرة أنه يوقف عمله ولكن جهاز الموساد رفض ذلك، وأيضا صرحت أنه رئيس موساد بنفسه في مرة من المرات قال أنه زوجك جاسوس فاشل، وأيضا خرج ضابط من الموساد وصرح أنه حذر كوهين أكثر من مرة من التهور في إرسال الرسائل الغير مهمة، ولكن كوهين ضرب النصيحة في عرض الحائط وظلوا في هذه الدائرة المغلقة وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وما زالت إسرائيل تطالب الحكومة السورية بجثمان إلي كوهين إلى هذه اللحظة باعتباره بطل قومي بالنسبة لهم، كما رفضت إسرائيل أنها تكشف ملف عمله في سوريا، بينما السوريين عرضوا كل ملفاتهم للإعلام حتى لو أن أغلب الروايات كانت متضاربة، على أقلها أنهم أطاحوا به وكشفوا عن حقيقته وأثبتوا فشله. وبكذا وصلت إلى نهاية الحلقة، وإذا الحلقة عجبتك اعمل لايك وشارك، وإذا كنت تبغى نتكلم عن مثل المواضيع اكتب لي في التعليقات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.